محمد من الرياض، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ طيبين. الله يحفظك، تفضل. عندي سؤال، عندي اثنين أسئلة. طيب. واحد، إذا دخلت والإمام راكع في السجود، إذا دخلت والإمام راكع في الصلاة، هل أكمل معه الصلاة؟ لأن في الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفي حديث يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ما أدري هل تسمى هذه الركعة ولا أعودها في إذا سلم الإمام واصل؟ طيب، شكرا لك. إذا جئت والإمام راكع فاركع معه وقد أدركت الركعة، لأن قراءة الفاتحة فات محلها، فتكفي الركعة والحمد لله أدركتها، فتركع معه وتعتد بهذه الركعة، لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فدخل معه في الركوع ولم يأمره الصلاة، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة، فدل على أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه أنه قد أدرك الركعة، تسقط عنه قراءة الفاتحة لأن محلها القيام وقد فات القيام. نعم.